المدينة السبعة، ولا واحد من أهل البيت وأكثره كانوا عايشين في المدينة. يعني جعفر الصادق مش من الفقهاء السبعة؟ لا. زين العابدين مش منهم؟ لا. الإمام زيد بن علي عليه السلام مش منهم؟ لا. الباقر مش منهم؟ اللي بخر بطل علوم يقولوا، أهل السنة يقولوا سمي البخر لأنه بخر بطل علم، بحر علم محيط، مش منهم. ليه يا حبيبي؟ وفلان وعلان وهذول هم السبعة، ولا واحد من فقهاء المدينة من أهل بيت النبوة، وهم أرباب العلماء كانوا، أساتيد العلماء كانوا. جعفر الصادق التلمذ عليه سفيان الثوري، والتلمذ عليه أبو حنيفة، والتلمذ عليه مالك، وغيرهم وغيره. جعفر الصادق نعم، هذا لا مش من فقهاء المدينة السبعة، ناس تانيين، ولا الباقر ولا زين العابدين ولا زيد ولا واحد. هذا المنهم مش وزن. الله أكبر يا أخي، ليه؟ أقول لكم شغلة أعجب من هيك. من ذلك قلت لواحد مش مصدق فعلا لهالدرجة. هذا إحنا عندنا استهبال وعندنا غفلة وعندنا عدم فهم. إيش دائما نقول إحنا؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خامس الخلفاء الراشدين. أما أكذوب هذه، أما أكذوب هذه، أكذوب هذه سبحان الله يعني كالجبل. خامس الراشدين ليه؟ ليش نكذب على الرسول ونكذب على الحقائق والوقائع والتاريخ؟ أحسن. نبقى الخلافة بعد 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه، وفي رواية الملك وفي رواية إيه؟ ثم تكون ملكا عظيما، ثم يؤتي الله الملك ملكه من يشاء، ثم تكون ملكا عضوضا ملكا عاطا. حديث صحيح، صححه 17 إماما ولا في كلام. طبعا حتى ألباني المعاصرين صححه وما فيش كلام. ابن تيمية نفس الشيء. طيب ابن نجح حنشوف التلفون هذه متى؟ قولوا لي، لأن في طبعا محاولات سخيفة. أنا استخفتك كما احتقرتها. بعضهم إيه بده يثبت لك إنه إيه تنتهي بخلافة علي. كذب. قال هذا خلافته 20 يوم مش عارف إيه وثلاث سنين وهذا مش عارف إيه. يا أخي فكري في شغلة أبسط من هيك حتى لا تضحكش علي. قال إذا ضاعت المقدمات ضاعت النتيجة، ها؟ بدخلوك في شحوب تطلع بالتوب. لا لا حب أن أتين. أين يتوهب بنا؟ هنشوف. متى توفي الرسول؟ في شهر ربيع أول في السنة 11 للهجرة. واضح الحكاية، ربيع أول 11 إيه؟ للهجرة. متى سلم الإمام الحسن عليه السلام أبو محمد سيدنا الإمام الحسن أبو محمد ابن علي عليه السلام الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان؟ في ربيع أول في السنة 41. الله أكبر يا أخي، صدق رسول الله يا أخي. ما يعجب هذا النبي، سبحان من أتى هذه العلوم يا أخي، سبحان الله يا أخي صلى الله عليه وآله وأصحابه. ربيع أول 11، ربيع أول 41، كم المسافة؟ 30 سنة بالضبط، صدق رسول الله. إذا معناها سيدنا أبو محمد الحسن خليفة ولا مش خليفة يا أحبابي؟ خليفة، وتمت به مدة 30 سنة يا أخي. والنبي عارف هذا وفاهم، هو كان عارف، هو الخليفة الراشد الخامس يا إخواني، وهو أخير خليفة المسلمين، وأبوي هذا الرجل في الخلافة رايعوه إلا أهل الشام. هذا الخليفة الراشد الخامس، التاريخ بيقول والوقائع والنبي والحساب البسيط هذا. لا تضحكوا علينا، ولما نطق الخلفاء فعلا ولا كأنه الحسن إيه صح، نسيتوا أنتم صح، كلكم نسيين الخلفاء الراشد الأربعة، هو عبدان علي بعدين عمر عبد العزيز نطينا، وين الخامس هذا؟ ليش خبتوه؟ مش هذا ولا يمكن بيستحقش خلافة؟ هذا عيل كان هو صغير في السن، يمكن على سنين، يمكن كان فاسق، يمكن كان ايش؟ اخ حسبي الله ونعم الوكيل. السيد ابن السيد حفيد السيد الصبط سيد شباب اهل الجنة، اخي ما بيستاهلش الخلافة هذا؟ خبتوه تحت الطاولة، بده ايانا ننسى، بدهم ايانا ننسى حتى خلافته. لانه لو انت ذكرت خلافته قولك 30 سنة وهذا كان خليفة الخامس الراشد، حتقول طب ومتى مات؟ لا هو ماذا شو نازل، ليه نازل، ايش القصه؟ حتفتح ترجع تقرا ابن ايه الاثير، ابن القيم، البرزالي، تاريخ الخميس، الطبري، وحيقشعر شعر راسك، وحتشوف كيف ناس كانوا مستعدين يذبحوا الاسلام وامه الاسلام واهل الاسلام من اجل هالملعون هذا. الله يلعن الكرسي، الله يلعن كرسي الحكم هذا يا اخي، الا من اخذه بحق وعمل فيه بحق، وانه فهو ملعون فعلا يا اخي. اكبر ركبتنا من هذا احنا إلى اليوم، أكبر نكبات الأمة، وصدقوني أكبر نكبات العمل الإسلامي والخلافة والسياسة والعلم واختلاف، أكبر نكبة شيء عارفين شيء؟ حب الشرف. النبي قال ما ذئباني جائعاني أرسل في زريبة غنم، خيعد ذيب ما شاء الله وجوعان 3-4 أيام مش بيكل ويرسل إيش في زريبة إيش حملان غنم، إيش حسوه فيها؟ هاي بعيج من كله، تبعيج، والذيب ملعون مش زي الأسد بقتل وبعج هيك للفساد، يحب الفساد هو، بعجهم كلهم، بقتلوا كلهم. معنى هل يبقى فيها أي غناء هذه للزريبة؟ راحت الزريبة هذه. قال بأفسد لها، قديش حيفسد هذا؟ حيفسد كل شيء، بأفسد لها.
من الحرص صورها وحب الشرف في دين المؤمن. تحب يقول لك مكانة يقبلوا ديك أهلين مولانا يتوضعوا لك تطلع في الجرائد يعني. تطلع في التلفزيونات تطلع مش عارف فيه زي اللي قلت لكم هذول بيخبوا أوراق الدعوات يعني حطها هنا قال عشان يورجيها لأهله غادي في بلاده إنه قال دعاه في يوم من الأيام. إيش لعبة حب الشرف. ولذلك العرفاء الصلحاء الأولياء إيش قالوا؟ عبارة يا لها من عبارة. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين مش من قلوب زينة لبنان لا لما تكون لسه صديق آخر شيء يخرج من قلبك إيش هو؟ حب الإمارة إنك تكون شيء. فأحذر يا مسلم نصيحتي لك أقسم بالله تحب الله ورسوله الآخرة إياك وحب الشرف والإمارة خليك متواضع في نفسك أحسن لك. وبس هذا كلام فارغ كلامي هذا كلام فارغ مواعظ مش هتنفع والله العظيم ما تنفع مواعظ مواعظ اللي بنفع هو نور الله. اللهم ينورنا بنورك نور إلهي. إذا الله خلق في قلبك من نوره الله العظيم مش تحتقر الدنيا تحتقر الدنيا وما فيها ومن فيها إلا إيش إلا من أحب الله وما قدم الله وبتحسها كلها حقيقة أقسم بالله وما بصير لك أمل فيها وبتعرف أنها أقصر وأسرع وأكثر إيه تخضيا مما يظن الخلق أجمعون وأنت فيهم ما بتستاهل غمضة عين فتك بتروح يا أخواني كله بروح والله العظيم. فهذا بنور إلهي بيكون بنور إلهي. فهو هذا عشان هذا كانوا مستعدين يذبحوا الإسلام والمسلمين ويذبح أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجازين كله الإسلام ينهلك ولا يروح من الكرسي. الحسن قال لا الحسن عكس تماما والنبي قال إن ابني هذا سيد عليه السلام سيد هذا الرشيد الخامس. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو قال المؤمنين من هذه الأمة يعني. وفعلا هو اللي أصلح قال ما بديش خذ يا معاوية خذ الكرسي باللي فيه الجبل بما حمل. قال له طيب وأنا ما أعطيك اللي بدك إياه هاي ورقة بيضة أنا بوقعك على بياض شيك مفتوح. قال له أنا بدي بس تموت أنت لما تموت يا معاوية تكون خلافة لي ترجع لي خلافتي. قال له سموه مين عنده مصلحة يسموه يمكن ابن سبا كمان مرة ثانية كل شيء ابن سبا ابن سبا جيبون واحد يهودي ألفوه ابن سبا قال لك سيف بن عمر خلقه خلقه هيك من عندهم ألفوه قصة ثانية بعدين نحكي فيها. ليه سموه ليه سموه قال يموت معاوية فترة بسيطة قال لك هذا أنا خاص إذا خلص عليه قطعوا كبده. والحسين قال له عارف قال له انا عارف يا اخي ما فعلت عارف. قال له مهمش اصبر بدناش نفرق بدناش نعمل مصايب اصبر موعدنا الحوض موعدنا عند جدنا رسول الله موعدنا عند الله عز وجل. يا الله يا الله يا اخي يا الله. وهذا نسونا اياه لا راشد خامس ولا راشد سادس. الخامس طبعا عمر عبد العزيز رضوان الله عليه ومن لهم كم من محبيه البت. وقلت لكم امبارح عمر من المفضلين الامام علي على سائر الصحابه حتى على الشيخين مذهبه هذا فهو راشد خامس من اكبر اولياء اهل الامه هذا مذهبه مذهب كثيرين عارف ما علينا. فهذا شو كمان هذا يمكن انا قديش بقرا وبحب القرايه ودائما حاضر في علم الكتب ما خطرت ليش من قبل ايام اهبل لاني زيك برضو ما فيش فايده اذا الله يفتح عليك ما كنت اتساءل. وانا دائما الراشد الخامس مش هقوله بعد هيك الراشد السادس هو المبتدع مبتدع بيمش بدع حسن ان شاء الله هو الراشد السادس. الراشد الخامس مين عندنا نقوله الحسن عليه السلام ولا مالك انتوا اين يتاه بكم ان تذهبون. هذه كله مسح وطمس لكل ما يتعلق بأهل البيت يا أخواني.